متابعيتون رقمية تونسي نيميريك. اليوم مباشرة من مرشي بني خلاد عندنا طماطم على 2000، الفلفل على 3500، البصل قداش؟ 15%. فما البطاطا على 13%. الجلبانة قداش موجود؟ على 3500. السفناري على 2000، والخص على 15%. هذه أسعار الخضر في مرشي بني خلاد. السلك والمعدنوس على 500. ثم الفول زاد بدا يتوفر في المرشي. قداش الفول؟ الفول على 2000. والله فيه ما يجيش. هذه أسوام مباشرة من مرشي بني خلاد. برتقان تومسون على 3000، عنا القارص على 2000، هذايا شنو على 2500، المسكي على 2000، والبرتقان مالتي هذايا زاد على 2500. هذايا الحركية في مرشي بني خلاد. قداش زيت الزيتونة؟ على 22 دينار. نزل على قديش؟ 12 دينار. عنا شوربي 6000. شوربي 6000. عنا سردينة حرة 3500. سردينة على 3000. 500. هذاك 6 و8 6000. هاي ايش عندنا الأسواق نتاع الجمعة هذه؟ هاي. بانو. إيه قول معنا هون. صباح. شنو عوالك هاي؟ هذه مباشرة من قبل عجول نزلني نزلني سدينة حرة برشي بني خلاد. 5000 شورو سدينة. 5000 شورو سدينة. نزلني عجول هبرة. 5000 شورو سدينة. 5000 هبرة وراتة وراتة.